التحدي ينبع من داخلك مع كل شروق شمس. المغامرة تصبح جزء من حياتك لتصل بك إلى دروب صح أنها صعبة لكن طعم النجاح فيها مختلف. سعيد المعمري أول إماراتي يصل إلى أعلى قمم قارات العالم السبع، وهذه رحلتي. نشأت في ترعرعت في جبال الفجيرة، هني كانت أول تجربة لي لتسلق الجبال، ومنها اكتشفت موهبتي أني أقدر أتسلق جبال كبيرة. فهذه البداية، ووصلنا أكثر من 112 قمة حول العالم، وما زلنا مستمرين في تسلق قمم العالم وأرسال رسالة سلام من دولة السلام. المخاطر، طبعا المغامرات لابد يكون فيها مخاطر، ومن أهم المخاطر اللي تعرضت لها في حياتي كان في قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم. تعرضت إلى تجمد في عين واحدة، بالإضافة فقدت الكرامبون، فبقيت برجل وعين واحدة. لكن أنا كنت معود نفسي على أني بتعرض للأسوأ، فالتهيئة النفسية مع الخطط البديلة والإصرار والعزيمة تصل إلى هدف. طبعا لكل رياضي ولكل إنسان هدف في الحياة. أنا هدفي في الحياة طريق تسلق القمم، إرسال رسالة سلام من دولة السلام دولة الإمارات إلى أعلى قمم دول العالم. وصلنا الحمد لله برسالة السلام إلى 112 دولة، وفي هذه الرياضة الجميلة إن شاء الله نبغي نورثها للأجيال القادمة ويشاركوا فيها الأولمبيات ويصلوا فيها إلى العالمية ويرفعوا علم دولة الإمارات. لا تخشى المغامرة بل استمتع بها.